ويجب على جميع أهل الإسلام أن يعظموا لغة القرآن من أجل القرب من معرفة الآيات مهما شرحت لهم معاني باللغات المختلفة فلتشرح وفيها خير وبركة ولكن أخير وأبرك أن يفهموا نفس معاني الألفاظ التي تلفظ بها لسان محمد وخرجت من بين شفتيه وعينها الله له على لسان جبريل وقال قل له كذا كذا فتنطق بها صلى الله عليه وسلم هذه في معرفتها المباشرة خير أكبر ونور أعظم فعلى كل مؤمن في الأرض أن يحمل في قلبه تعظيم هذه اللغة ومعرفة قدرها ومعرفة شانها ومحبتها ويتمنى بمعرفتها أن يباشر معاني كلمات الله كما تلفظ بها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم.